معنى ما جبتش الباسبور بتاعي. الباسبور عايز ايه بالباسبور انت؟ هخش المطار ازاي؟ مطار ايه يا حبيبي؟ ده المترو، المترو يا بابا. يا نهار اسود، يا نهار اسود. ايه ده؟ هي ازاي لابسه كده في المترو؟ ولا هي كانت لابسه طويل واتحرشوا بيها جوه؟ فهمي يا فهمي. بقول لك ايه؟ الراجل واقف مش هينفع اخش معاك بنفس التذكره. هو الباب بيفتح لازم واحد بس اللي يعدي، ما ينفعش اثنين. بقول لك ايه؟ ايه؟ اركب. اجري اجري. اسود. يا لهوي يا جدعان على النظافه. بقول لكم ايه؟ انا هعمل فرحي هنا. انا فرح ابويا وامي كان في محطه المركب. فاكر فرح ابوك وامك كده فاهم؟ رقصنا رقصه انا شيكو. لا لا فاهم يا والله. انا كان نفسي اجي الفرح ده ما عرفتش اجي. انت ما جتش ليه صحيح؟ ما كنتش اتولدت. مش حجة عشان ما انا ما كنتش اتولدت وجيت. مش مبرر يا عشان انا هكلم ابوك اعتذر له. زعل جدا انا. ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا عم زعلانين يا شباب. لا يا رجاله. مش مهم. يلا بينا على الميكروباص. مش هركب بتاع النظيف ده. عايز اركب اشوف. تعالى فهد.